واخر الاسماء نخص بها ايدي ماي من السيشل وهو حكم موجود ايضا في كاس افريقيا في تونس بعد شهر. اذا الانطلاقه لمباراه العوده مباراه حاسمه، الاسماعيلي بامل التدارك والهدف الاول مطلوب في بدايه المباراه من اجل قلب المعطيات وقلب الطاوله كما تتنقول على انيمبا ممثل نيجيريا. اذا لحظات وتنطلق المباراه. نوانا وانومونو عاطين الاسبقيه الان للفريق النيجيري بهدفين. 90 دقيقه حاسمه، نريد من الدراويش ان يستعيدوا عافيتهم، بريقهم واشعاعهم اللي ابهروا به عشاق المستديره في كل مكان بعد انتصاراتهم الكبيره وخاصه في هذا الملعب ملعب الاسماعيليه. ثلاثيه الترجي، رباعيه الاهلي، سداسيه وهران وسداسيه انيمبا في البال، ولا يبقى في البال بعد ساعه ونصف من لقاء اليوم الا الكاس، التتويج والبطوله. ومره اخرى لقطه تكررت وستتكرر اكثر من مره ما دام النتيجه في صالح انيمبا. الملعب بالراس يضربها عمرو فهيم مره ثانيه، تبعد لحسني عبد ربه، حسني يستعيدها مره اخرى، برافو حسني، تمشي كورة لأحمد فتحي الآن، أحمد فتحي ينطلق ممتازة جدا، التمريرة رايحة، يمشي بوجريشة، كورة الهدف يا بوجريشة، سدد والفرصة تضيع، الفرصة تضيع لكن الكورة كانت خطيرة، وضرب جزاء وضرب جزاء، بينالتي الإسماعيلي زفر الحكم إيدي مايي، هذه هي اللحظة، هذه هي اللحظة المنتظرة، إيدي مايي يطلق صافرته لإعلان ركلة جزاء لفريق الإسماعيلي. التمريرة ممتازة من أحمد فتحي، ينطلق بوجريشة تم عرقلته والحكم إيدي مايي من غير تردد يقول من 16 متر و50 يعني من نقطة تنفيذ ضربة جزاء. انطلاقة واعدة جدا، إن شاء الله بالتوفيق، ننتظر ونرى معكم احتجاجات النيجيرية من إنيمبا على حكم السيشل إيدي مايي. مجهود كبير في وسط الميدان بالفعل، قيمة حسني عبد ربه وأحمد فتحي كبيرة. لو ترجع الصورة البداية، حسني عبد ربه يفتك الكورة، أحمد فتحي يعمل سلالوم يتعدى فيه ثلاثة أربعة لاعبين. على فكرة لقاء الستة واحد كان الهدف الأول أيضا من ركلة جزاء، إن شاء الله نفس الطريق ونفس المباراة، ولو أن ثلاثة أهداف تكفينا هذا المساء. على كل ننتظر، ما زالت المباراة متوقفة هنا في مدينة الإسماعيلية وفي ملعبها. 20,000 متفرج يحضروا لقاء القمة الأول مقابل ومواجهة الحارس فانسون إنياما. ضربة جزاء إذا للإسماعيلي، حسني عبد ربه يتقدموا في المرمى، 1-0 1-0 من حسني عبد ربه، نصف الطريق نحو البطولة يبدأ الآن. لحظة الفرح الأولى في هذه المباراة اللي ننتظر منها الفرحة والسعادة بتتويج جديد. حسني عبد ربه ثاني بينالتي نفذها، كانت الأولى في السيمي فاينل مؤثرة أيضا ضد الترجي ونجح، واليوم يوفق ويباغت الحارس فانسون إنياما. هذه هي جماهير الإسماعيلية وأقول جماهير المصرية والعربية بصفة عامة. إذا هدف أول، هدف أول في المباراة. 1-0 لفريق الإسماعيلي بإمضاء حسني عبد ربه. الثاني في التشكيل النيجيري لإنيمبا، يخرج أوشي ويدخل رقم 13 لاعب إمبيكا نوانا صاحب هدف أول في مباراة الدائر. طبعا الفريق النيجيري الآن يحاول يستهلك الوقت، حاول يربح الدقائق في هذه المباراة العصيبة والصعبة. أقل من ربع ساعة لنهاية المباراة، إنيمبا ما زال متقدم في المحصلة العامة للنهائي بأسبقية الذهاب، هدفين النيجيري في الدفاع. كل لاعب من إنيمبا يلعب في مباراة العمر بالنسبة لي. وهذه مخالفة، الحكم ما يقول فاول على محسن بوزريشا. يعتبر فيه خطأ لمصلحة أجيبادي أومولادي. تماس ثاني لفريق الدراويش، التنفيذ بسرعة والحكم يوقف اللعب، مش ممكن بالطريقة هذه طبعا. يعني إذا أي لاعب يتعثر في الميدان وخاصة ما فيش كورة مشتركة وما فيش كونتاكت تقف المباراة. إيدي مايي أول نهائي إفريقي
33 سنة. لن ألقي التهم على حكم المباراة طبعا، لكن بالغ الحكم في إيقاف اللعب. هذه المباريات تحتاج إلى حكام عندهم شخصية قوية. يقول له ألعب، يقوم وحده اللاعب النيجيري، يستفيق وحده. فريق النيجيري يجر نجوم الإسماعيلي اللي يحب عليه. لاعب ما يخرجش من الملعب، لاعب يسقط وحده. أقل من دقيقتين. خطأ وينيام ينام كالعادة عن حارس مرمى. والله لا أدري ما أقول في مثل هذه الظروف وفي هذه اللحظات الحرجة، لكن الفريق النيجيري يعني اليوم عمل مثل ما شاء. يعني لم نلعب 20 دقيقة على بعض في الشوط الثاني، وأتحدى إذا لعبنا 4 دقائق مسترسلة ومتواصلة كما كانت منذ البداية بين هجوم الإسماعيلي والدفاع النيجيري. والحكم إيدي مايي مرة أخرى يعني أوبينا نواليري. إيدي مايي مباراة كبيرة عليه، سامحوني، مباراة كبيرة عليه، 33 سنة وحكم شاب درس آخر يقدمه جمهور الإسماعيلية. والتغيير يتم في 40 ثانية. شيء يضحك الآن، بالفعل شيء يضحك، يعني شاهد وابتسم. هذه اللحظات لا تعود ولا تعوض من كرة القدم. كيف سيتعامل الآن الحكم إيدي مايي مع هذه الدقائق الخمسة اللي أضافها ولم نلعب فيها ولا لحظة؟ انديدي انومونو يدخل مكان إيكيني إزينوا. اللحظات والدقائق الأخيرة. يعني أقل التوقعات وأقل الانتظارات هذا الفريق النيجيري، اللي صحيح عمل مشوار طيب في التصفيات، لكن بصراحة ممكن اتهم بعدم الحيادة وكذا، لكن هذا الواقع لا يستحق البطولة اللي شفناها في مردوده وأدائه في التصفيات. وأيضا لما نشوف ونقارن بفرق أخرى في السلم، أظن أن الإسماعيلي يحتل البول بوزيشن في هذا الوقت بدل الضايع اللي احتسبه الحكم إيدي مايي. الإسماعيلي 1 إنيم بس فأمل.